نفذ أطفال الوحدات الطبيعية في مدارس محافظة الحسكة نشاطات فنية منوعة ومعرضا فنيا تراثيا ضمن فعاليات الملتقى الثقافي الذي يقيمه فرع منظمة طلائع البعث تحت عنوان قيم الفن والجمال تنتصر على الإرهاب والدمار، وذلك في المركز الثقافي بالحسكة. ضمن مضامين هذا النشاط كان هناك مقدسات ثلاثة هي متربعة في وجدان أطفال طلائع البعث: الوطن، القائد، الجيش. تغنوا بها في اللغات العربية وأكدوا للجميع أنهم سيكونون مستقبل الوعد في سوريا الجديدة، يعيدون إعمار سوريا، ستكون سوريا بخير منتصرة على الإرهاب. اليوم شفنا مجموعة من الأطفال الذين تحدثوا بقصائد وشدوا بها أنهم كانوا يوجهون رسالة أننا ملتزمون بلغتنا العربية وأنها هي أول خطوات النصر. المعرض كان بيحكي عن تراث الحسكة وتراث سوريا. أنا كثير مبسوطة أنه تكرمت بمسابقة الشاعر سليمان عيسى. حكينا كله على اللغة العربية ولازم نعززها وما نستغني عنها أبدا. قدمنا عمل فني لتحية للجيش العربي السوري، ولولا تضحياته ما كنا نحن اليوم موجودين. قدمنا رقصة شعبية هي بتتحكى عن لغتي، غنيت لغتي. لغة في الظلمة قنديل حملت تاريخا ما تعب، فالحمل جديد وأخيل. الملتقى تضمن معرضا للرسومات والأشغال اليدوية والمقتنيات التراثية وعروضا فنية ومسرحية وإلقاء قصائد شعرية عكست جمالية اللغة العربية وأهمية المحافظة عليها، إضافة لتكريم عدد من الأطفال الذين حصلوا على المراكز الأولى في المسابقات المركزية. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة.